مرحبا أصدقائي طلاب الصف الثالث، اليوم رح نشرح أول درس في مادة الحياة بالجسر. طبعا مادة سهلة جدا جدا ورح تحبها، لأنه هاي المادة من اسمها حياة بالجسر، علم الحياة، يعني هي بناخذ فيها معلومات بتهمنا نحن في حياتنا العامة. رح نشوف أول وحدة في هذا الكتاب، برينجو إنيتي، الوحدة الأولى، أوكولو مزدا حياة. أوكولو مزدا حياة، الحياة في مدرستنا، كيف الحياة في المدرسة؟ هذه أول وحدة. طبعا هي الوحدة تتألف من 10 دروس. اليوم رح نبدأ بالدرس الأول، كونوا ظهر المواضيع الموجودة فيها. فإذا هدول كاتبين لنا ياهم المواضيع رح نشوفها في هاي الوحدة. أول درس اليوم رح نشوفه جوتشلو في جوشلان ديريجام يون ليريم. فإذا جوتشلو في جوشلان ديريجام يون ليريم شو يعني؟ رح نشوف هون، يعني جوتشلو قوة، جوشلان ديريجام يون ليريم، وال فيني ترجمها هون نقاط ضعفي والنقاط التي بحاجة إلى تنمية. فإذا هون فإذا نقاط قوتي والنقاط التي بحاجة إلى تنمية، جوشلان ديريجام يون ليريم. فإذا يعني الأشياء اللي أنا بحاجة نميها، خليها تصير أقوى، يعني فإذا نقاط القوة اللي أنا عندي إياها والنقاط اللي أنا بحاجة خليها تصير أقوى. أول شيء عندنا هون بيسألونا الجيلي أنالرزنا العدل. هون رح لازم نعرف نحن لحتى نعرف نقاط قوتنا، لازم نعرف أول شيء شو نحن بنهتم، شو اهتماماتنا نحن في أي مجال نحن عنا اهتمام، تمام؟ لحتى أعرف أنا إذا عندي نقاط قوة فيه أو لا، لازم أعرف أنا شو بهتم، شو اهتمامي بأي مجال أنا عندي اهتمام. هانجي ألاندا باشارلو أولدوموزو دوشنيورسونوز ندان. düşünüyorsunuz neden? Bazen o bir eya mecal انتو بتحسوا حالكم عندكم قوه فيه فانتوا بحاجه للتنميه، شو السبب لحتى تحسوا بنفسكم انه انتو بهذا المجال مبدعين، تمام؟ فمثلا غالبيه الصبيان اذا بنسالهم انتو في اي مجال مبدع بيقول لي في الرياضه في السبور، تمام؟ فاذا معناتها انتو هون انه انتو اهتماماتكم في قسم الصبيان، مثلا اهتماماتهم في السبور، تمام؟ بيحبوا الرياضة الصبيان، فإذا الألان اللي بيهتموا فيها السبور، فمعناتها الصبيان في الرياضة هنين عندهم قوة، نقاط قوة، قوتهم كلها بالسبور، تمام؟ بجوز بغير مجالات ما يكونوا عندهم نقاط القوة هاي، تمام؟ فإذا كل واحد حسب اهتماماته بيكون عنده نقاط القوة. طبعا هون في عنا هون حوار ما بين الطلاب، ما بين سليم وميتين، طبعا عم يزحكوا بين بعضهم انه شو جوزال باسكتبول اوينيورسون ميتين كوتليورم سنه. هون عم يقول لرفيقه انه انت كثير عم تلعب كره سله بشكل جيد، كوتليورم سنه يعني بهنئك تهنئه، هون كوتلمك يعني تهنئه وهنئك لانك انه انت بتلعب باسكتبول بشكل منيح. فهون ميتين قال له بتشكرك، تشكر درم سين درسم ده بشار لصن، وانت ايضا في الرسم كتير شاطر، انت كتير ناجح في الرسم. بان رسم بشار لديلم، بان رسم ده بشار لديلم، انا لست ناجح في الرسم. بيونو قال اشترى بالمكي تشين رسم كورسونا جديورم، لحتى انا اقدر نمي هذا، نمي هاي النقطة عندي أنا، قال اشتري بالمكيتشين، قال اشترمك يعني حتى طورها لهي النقطة عندي أنا، عم روح على كورس للرسم. فلاحظوا هون، فهون لازم نفهم نحنا إنه كل شخص عنده نقاط قوة مختلفة عن الشخص الثاني. مثل ما هون زميلنا سليم شفنا في الباسكتبول هو كتير شاطر، تمام؟ بالمقابل عفوا متين هو اللي بالباسكتبول كتير مبدع، بالمقابل سليم ما له شاطر كتير في الباسكتبول ولكن عنده نقاط قوة في مجال آخر اللي هي مثلا الرسم، فإذا بالرسم هو كتير شاطر، تمام؟ فسليم لحتى يطور متين لحتى يطور نفسه بالرسم شو عم يعمل؟ لحتى عم بيروح لها كورس للرسم لحتى يصير كمان رسمه منيح، تمام؟ لاحظوا فإذا هون متين عم بيحاول ينمي نفسه كمان لحتى تصير عنده نقطة قوة في الرسم، ما بس باسكتبول، تمام؟ بينما علي، لاحظوا بالرسمة هون علي بيعزف على الفلوت، يعني بجوز علي ما عنده نقاط قوة في الرياضة أو غيرها، ولكن عنده نقطة قوة إنه هو بيعزف على الفلوت، اللي هي آلة موسيقية نفخية مزمار بيعزف فيها، فهذا الشيء كويس. مو ضروري كل الناس عند هاي النقطة القوة هاي، فإذا علي عنده هاي النقطة قوة إنه هو بيحسن يعزف على الفلوت، تمام؟
Fazan Ali ne kadar güzel flüt çalıyorsun. Teşekkür ederim. Sen de çok güzel futbol oynuyorsun. Fazan bil mukabil Muhammed bilab kurat kadem bişekli kteer kbir. Femanata hon lazım istentej min hada lhaki inno happy mizin güçlü ve başarılı olduğu yönler farklıdır. Fazan külliyatna anna fazan nikatul kuvve. فإذا عندنا نقاط القوة مختلفة عن بعضنا البعض، تمام؟ نقاط القوة أو نقاط نجاحنا مختلفة عن بعضنا البعض. başarılı olmadığımız yönlerimiz daha fazla çalışarak geliştirebiliriz. فإذا النقاط اللي نحن ما لنا ناجحين فيها، فإذا فينا نتعب على حالنا شوي، فينا نتعب على حالنا شوي ونطورها. Tamam. İsterseniz işbirliği yaparak güçlü olduğumuz yönlerde birbirimize yardımcı olabiliriz. Hatta mesela ana bağırıp ana ana şatır fil spor, fil riyada, fil futbol mesela. Zemiyeti bana şatıra fil spor, şatıra fil resim. Fe ana bağlimha li spor ve hiye bitallimni resim. Tamam. Fezen honu bina'mal işbirliği. Fezen honu bina'mal işbirliği yani ta'avun. Fezen honu bina'mal ta'avun ben ba'dna al-ba'd. La hatta şu... النقاط اللي نحن ما لنا قويين فيها ما لنا ناجحين فيها بنساعد بعضنا البعض بالمقبل حتى نكون كلياتنا عندنا نقاط قوة بجميع المجالات. بتمنى هيك تكون وضحت الفكرة. طبعا هون عندنا صديقين راجعين على البيت ايلين وميتي وكلدان çıkmış eve gidiyorlar. طبعا عندهم وظيفتين Türkçe ve hayat bilgisi derslerinden yetiştirmeleri gereken ödevleri vardır. Fazan عندهم وظيفتين في Türkçe ve hayat bilgisi. ولكن Mete كتير كتير çok telaş. Telaş yani كتير متلبك. Telaşlıydı. كتير متلبك. ليش? لأنه عندهم وظيفتين. Türkçe ve hayat bilgisi ödevlerini yetiştirmeyeceğini düşünüyordu. عم يفكر انه هو ما رح يقدر يلحق الوظيفتين بنفس اليوم. Aylin Mete'ye telaşlanmaması söyledi. Fazan Aylin قالت له ما في داعي تتلبك انت planlı olursa اذا كنت انت مخطط عندك خطه تمام planlı olursa hem derslerini çalışabileceğini hem de ödevlerini yetiştirebileceğini belirletti. فاذا قالت له اذا كان عندك انت خطه تمام فانت بتلحق تدرس دروسك وبتلحق كمان فاذا كان عندك خطه فينك تدرس دروسك وتلحق تدرس الدرس وتحل الوظيفه. طبعا متى مش يسمع حكي لايلين كتير ارتاح ورجع على كل واحد راح على بيته. فاذا لاحظوا فاذا بلان لو اولورسا اني انا يكون عندي خطه اشتغل وفق خطه عندي مثلا نظم وقتي قصده هي بلان لو اولورسا تنظيم الوقت انا اذا بنظم الوقت فمعناته انا هون بلحق اعمل كتير شغلات ما كنت بقدر لحق اذا ما كنت منظمه الوقت. طبعا ايلين كيف عندها الخطه انه بترجع على البيت اول شيء بتاكل يمين يد براس دينلاندر دينلاندمك استراحه ارتحت شوي بعدين شو عملت كانديسينت تشالشما بلانو حطت خطه تمام نظمت وقتها انه انا من هاي الساعه لهي الساعه بدي ادرس yaptı. طبعا yaptığı plana göre çalışmaya başladı. طبعا مثلا كتبت على الورقه انا من الساعه مثلا من الساعه 2 للساعه 3 بدي ادرس حياه بلجيكي من الساعه 4 للساعه 5 مثلا بدي ادرس تركشه. فاذا هي بنسميها خطه. طبعا وفقت ومشيت هي على الخطه اللي عملتها. طبعا شو صار فيها بعد الخطه ادوارين بتردف. فاذا خلصت كل وظائفها وحضرت دروسها لبكره وحضرت الشنطه كمان ارتسي جونكي درس بروجرامنا göre çantasını hazırladı وحضرت شنطتها لثاني يوم. طبعا ايلين كمان راحت وحكت لها لاما شو صار بينها وبين رفيقها متى فقالت لاما انه شو قالت لرفيقها انسي ايلين planlı çalıştığı için Aylin'in planlı çalıştığı için başarılı olduğunu söyleyerek bu yönü takdir etti. Fazan ummala Aylin kaddaritha au hennaitha lanno iştagalet ufuk khitta lanno iştagalet bişekil khitta yani nazzamet vakta lanno nazzamet vakta فقالت له انه انا بهنئك انت طالبه شاطره جدا ليش لانك بتشتغلي وفق تنظيم الوقت
Aileyle, arkadaşlarıyla olan iletişimin de onun güçlü yönü olduğunu söyledi. Taban okulda gerçekleştikleri arkadaşlarıyla daha fazla iş istedi. Taban Aileen عندها طريقة التواصل مع أصدقائها كتير قوية، فلهيك بتقدر تحسن تعمل مع أصدقائها، بتتعامل معهم بكل أريحية. فإذا طبعا أهم شيء kişinin en başarılı olduğu alan ve en iyi yaptığı iş onun güçlü olduğunu yönüdür. فإذا kişinin en başarılı olduğu alan فإذا المجال اللي بيكون الشخص فيه أكثر إبداعا أو أكثر نجاحا والعمل بيكون فيه العمل أكثر عمل بيكون فيه بشكل جيد، هذه بسميه إنه هاي نقطة قوة لهذا الشخص en başarılı فإذا güçlü yön فإذا بسميها هاي نقطة قوة. تمام. أما güçlendirilmesi gereken yönler، أما النقاط التي بحاجة إلى تنمية أو بحاجة إلى تقوية، هاي تمام. شو هي؟ çeşitli aktivitelerle، فإذا بواسطة نشاطات متعددة وçalışmalarla geliştirebilir، فإذا بواسطة نشاطات متعددة تمام يستطيع أن يقوم بتطويرها. هذا هو اللي بهمنا من هذا الدرس، فإذا أنه كلياتنا عنا نقاط قوة ونقاط ضعف، فإذا نقاط القوة هي بيكون هي بالمجال اللي نحن بنكون بنبدع فيه، بينما النقاط الضعف أنا بحاجة لحتى أطورها لحتى تصير عندي كمان نقطة قوة. كيف فيني أطورها؟ طورها من خلال نشاطات متعددة. طبعا هون احنا رح نفكر kendinizde güçlendirilmeniz gerektiğini fark ettiğiniz bir yönünüz düşünün. طبعا هون عم يقولوا لنا فكروا انتم شو نقطة الضعف اللي عندكم ولازم تطوروها. Bu yönü geliştirmek için neler yapıyorsunuz anlatınız. وشو لحتى تطوروا لهي تطوروا هاي النقطة اللي عندكم اللي انتم ما نكون مناح فيها، شو عم تعملوا؟ أنلطنز. طبعا هذا الجواب فيه سعة كل واحد بالنسبة له نقطة الضعف اللي عنده مختلفة عن الآخر، فكل واحد بيكتب النقطة اللي هو لازم يطورها، شو المجال لازم يطور حاله فيه. طبعا هون لازم نعمل تقييم للنص للدرس اللي أخذناه. طبعا الدرس هيك خالص درس سهل جدا جدا، فإذا ديرلاندرما فهنا ميلونا أشتدكي جملة لرق وقيوب سيزا أيقون أونالر إكس إلى إشارة لينز، فإذا اللي بتكون مناسبة إلنا منحط عليها إشارة إكس. kendimi çalışma planı yapıyorum، أنا بعمل خطة لحتى خطة أو بنظم وقتي وقت البدرس، فإذا منحط عليها هر زمان أكيد نحن لازم نعمل خطة. yaptığım çalışmada planına uyuyorum، طبعا والخطة يعني بيلتزم ب الخطة اللي حطيتها، مثلا من الساعة كذا للساعة كذا وهيك، أكيد كمان لازم هاي كلياتنا نلتزم فيها. çalışmalarda arkadaşlarımla işbirliği yapıyorum، طبعا بتعاون مع أصدقائي، أكيد كلياتنا لازم نتعاون مع الأصدقاء. طبعا هون أنتوا فينكم أنتوا في حال في شيء في جملة أنتوا من هون ما بتعملوها مثلا، فبتحطوا إشارة إكس على غير حق العادي، ما في مشكلة كل واحد بالنسبة لإله. أركادشلارم لا أونلوم لو إليتيشيم كوريوروم، فإذا أنا بتواصل مع أصدقائي بشكل جيد، تواصل إليتيشيم تواصل. جتلو أولدوم يونليريمي بليوروم، بعرف أنا بعرف نقاط القوة الموجودة فيني، تمام يعني بعزن مو ضروري دائما أنا أعرف نقاط القوة اللي فيني. جوشلاندرمام جريكان يونليري بليوروم، بعرف الأماكن بعرف نقاط الضعف اللي لازم انا اطورها. güçlendirmem gereken yönlerimi geliştirmeye çalışıyorum، بتعب على حالي لحتى اطور نقاط ضعفي وسويها نقاط قوه. طبعا هون كل واحد بيحط اشاره اكس، انا بس فقط شرحت لكم الجمل، كل واحد بيحط اشاره اكس على الحق اللي بيناسبه له. طبعا هون السؤال الثاني بدنا نملا الفراغات او بدنا نكمل الجمله. كمل الجمله. en güçlü olduğum yönüm، فإذا أكثر
نقطة قوة عندي بالنسبة لكم، كل واحد بيكتب شو ما بده، سبور، رسم، ميوزيك، أي شيء ممكن تكتبه، أي نقطة بتحسوا أنتم أقوياء فيها. فإذا إنجلش لو أولد وومن مثلا أنا كتبت ميوزيك، موسيقى. ليش؟ طيب أنا عندي الموسيقى أقوى شيء، چونكو çok iyi piyano çalıyorum، لأني أنا بعرف أعزف على البيانو كتير منيح، و sesim çok güzel، وصوتي حلو. طيب geliştirmem gereken yönü، مثلا شو النقطة اللي لازم طورها بنفسي؟ الرسم. فإذا رسم، رسم ليش؟ çünkü parmaklarım resim çizmede pek beceri yoktur. بجر يعني مهارة. ليش أنا الرسم عندي ما كتير نقطة قوة؟ السبب لأني أنا الصبيعي ما عندهم مهارة برسم، بالرسم. تمام؟ geliştirmek için kursa katılmam gerekiyor. فإذا لحتى أطور نفسي لازم روح على كورس للرسم، دورة رسم، أعمل دورة رسم. هيك بنكون خلص درسنا لليوم، بتمنى يكون الدرس واضح، إن شاء الله بنلتقي في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.